يستقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية بوابة الملك أمنحات الأول بعد نقلها من مقرها الحالي بعزبة حلمي بفقوس بمحافظة الشرقية. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري أن البوابة هي أحد مكتشفات البعثة الأثرية النمساوية العاملة بعزبة حلمي، ويبلغ وزنها نحو 6 أطنان. وأضاف أن البوابة مصنوعة من الجرانيت الوردي. وأكد مدير عام الترميم الأولي بالمتحف الكبير أنه تم اتباع أحدث الوسائل العلمية خلال نقل البوابة بما يضمن سلامتها.